وزود إن شاء الله. تلحق مع الجروب اللي هو 3+1 هم كذا الجروب هذا كذا مسماهم يقولون الشباب ولا؟ إيه 3+1. 3+1. إيه. من هو ذا الجروب؟ سماه سالم حزام، أتوقع الجمهور اتفقوا معه. إيه أنا أسألك من هو الجروب هذا؟ وليد البحيح. تمام. ومحمد بن ناصر وعامر بن منير ونايف الرهيدي. هذول الجروب خاص فيهم بس. إيه. ودك تدخل معهم عشان تكون من النجوم الساطعين ولا الإدارة بعد ما نعدك تقول هنا بالشيء؟ لا ما أحد منعني، أنا ما جيت هنا ما أحد منعني بقول كل شيء. طيب ليش ما تدخل مع الجروب هذا؟ مو بليش ما أدخل معهم، أنا مع الكل. أنت إيش؟ أنا مع الكل إن شاء الله، ولا أحب إني ألتزم في جروب أو ثنائية أو ثلاثية أبدا. اللي أشوف نفسي إني أرتاح معه أو إنه أشوفه إنه بيعطيني في الرياليتي وفي البث فينا بكون معه. جروب 3+1 ما أشوفهم يعطوني اللي أنا أبيه، ممكن شخص أو شخصين منهم.